فانت افهم المسألة دي كويس. الزول يا ناس زي ما في دعاة للتوحيد في دعاة للشرك، عشان كده بنحذر من الشرك. أسي الليلة في قنوات، في إذاعات، في كتب، في صحف بينشروا فيها الشرك بالله تعالى وباسم الإسلام، باسم محبة الأولياء والصالحين. نحن ما قلنا ما في أولياء، ما قلنا ما في صالحين، لكن قلنا لك ما تغلو فيهم، ما تديهم حق الله سبحانه وتعالى. علم الغيب حق الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ديل دعاة الشرك قالوا لا لا، شيوخنا بيعلموا الغيب. قال بتروح له حاجة، امشي للشيخ، كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، ألفه عبد الرحيم البرعي، قال فيه قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. بتاع الختمية ذاك محمد عثمان المرغني عن شيوخه، بيتكلم عن شيوخه، قال أنا الجليس، عندهم كتاب اسمه النور البراق وكتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. زول قال أنا الغيب ده محيط به بالتفصيل وبالإجمال، والله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليطلعكم على الغيب. داق بتاع طبقات والضيف الله، بتاع محمد والضيف الله، كتاب الطبقات صفحة 116، قال قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام. ده اللي بيخلينا نتكلم في الشرك، إنه هم ما سكتوا. زول يا أخي الشعب السوداني ده بيحب الدين، والله ده ظننا فيه، بيحبوا الدين وبيحبوا أهل الدين وناس كرمة وناس طيبين وفيهم خير، نحسبهم والله وحسيبهم. جو غشون دين باسم الدين، يجي زول دجال ساحر كذاب، يجيب له شوال من أقرب السوق، من أقرب سوق شوال بتاع خيش ولا سكر يخطه فاضي، يخش الخلا يجيب له حطبتين ثلاثة يخطين، قشتين ثلاثة يخطين، يجيب له موية بتاعت حبر يخطها، يجيب له لوح يكتب فيه آيات يحطها يسويها محاية يخطها، يجيب له ورقة ويجيب له جلد وخياطة يخط الورقة في الجلد يخيطها يخطها. لا عنده بسكويت لا موية لا عصير لا أكل لا شراب لا ساعات لا موبايلات، لا عنده تجارة إلا يبيع للناس الحطب والدجل ده. زول تلقاه عاتي، تلقاه معلق له حاجة قدر المرقة قدر الطبلة الصغيرة في يده، قول له ده شنو؟ قول لك من العقرب، وتلقى عاتي انطقته العقرب ذاته ما بتسوي له شيء. واحد تلقى نحيف عجوز في السن تقول له ارفع عضلك، يرفع ما في شيء. يا حاج وين الحجاب؟ يقول لك يا زول نحن فوق بس، عقيدتنا فوق بس، الله براء. ده ما خير من ذاك؟ ده في كتاب الطبقات قال صفحة 116، قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام، كذب زي صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى أصغر أولياء، قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. الوسطى قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي، قال دفع الله ولده يقول للشيء كن فيكون. تمشي مسجد تقول للناس الكلام ده، يقول لك يا مولانا ما لك ومال الناس، هن ليه بيشيلوا حق الله؟ أنا أغضب ليه الله أشالوا صفته بالكذب وما بيقدروا يشيلوها، ولا أغضب ليهن هن اللي بيعتدوا على جناب الله سبحانه وتعالى؟ أغضب لمنه أنا؟ ليه ما دافع عن ربي سبحانه وتعالى؟ أدافع عنهن هن؟ قال والكبرى القطبانية، وقال الشيخ
بلل، أو قال الشيخ بلل ابن الشيب ولد الطالب، قال شنو؟ اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم، والله الذي رفع السماء، صفحة 116. قال وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه في الحجاب، دفع الله الحجاب كله، دفع الله دفع الله دفع الله. ده يا ناس ده دين يدان لله تعالى به، كل كذب وافتراء. زول كتاب جزاك الله خير تدعوز، والله جزاك الله خير، الزول يدعوز من الأشياء دي. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، دي كتب بتنشر. لو الزول عمل الذنب بينه وبين ربه ده ما تجي في الجامع تتكلم فيه، ده مش ناس خبراء. لكن زول عمل الذنب ونشره بين الناس وقال له نعمله، أنا ما أجي أوجه الناس. أسي الليلة أنا لو شفت زول، زول ما شايف، الله بتلفي بصره أعمى ماشي على بير وأنا مربط، ما بكورك له ولا زول أقيف ما تقع في البير، أنت ماشي هو لسه ماشي، يا زول أقيف وأنا مربط، أنا لو مفكوك بمسكه بجره، لو ضاربني بجره، لكن أنا بعيد أقول له ما تمشي، يقول لي بمشي ما بكورك فيه، أنا كونه أكورك فيه دار له الخير ولا الشر؟ دار له الخير. عشان كده احنا لما نكورك في بعض الناس خايفين لهم من البير ده، وده بير ما فيه مرقة، دي سمة لظى سقر الحطمة، ما فيها مرقة يا ناس. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ألفوا إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، ده الصوفية، قال فيه صفحة 63 ل 65، والله أي زول يسمع الأبيات دي لسه يصير يبقى صوفي ولسه معاون ولسه مبايع شيوخ، ده والله ما فيه خير. قال فيه ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، شفت بلد الله دي كلها أنا مالكها، قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي، وقالوا فأنت القطب، قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل لحظة وناظر ما في اللوح، الشيخ من الواطب عين بيشوف اللوح المحفوظ، وناظر ما كذب، وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. قال مريدي تمسك بي، انت لو زول دين بتقول للناس يتمسكوا بانه بالله سبحانه وتعالى اذا صح التعبير، لكن ده قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، يوم القيامة بيحميك الله. قال إن يوم الفصل فصل فصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، شوف قال أجمعين، لكن لما جاء في الحساب قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، تمشي للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقال أبيات بعد قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، القاني جنب الميزان هناك، والله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءت الصاخة يوم شنو يفر جري، شوف ده يوم القيامة ده الناس بتجري من بعض، انت تجد كيف جنب المريد وجنب الميزان، انت قايله ميزان بتاع حلاوة مولد بدعة، ميزان ميزان الله بيزن فيه الأعمال، ده كيف قال جنب الميزان عين له وين كيف؟ قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والله أنا آيات دي بتخوفني من جوا قلبي، لأنه يا ناس أسي لو في مدفع أنا ما بجري من أمي أخليها، تجري تخليها؟ ما بتخليها، ولدك بتجري منه، لكن يوم القيامة قال لك من الهول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، ليه بيجر منه؟
قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن الآخر، ما في زول فاضل الثاني، أي زول همه خلاص نفسه. ده يوم القيامة يقف لك يا أخ جنب الصراط وجنب الميزان، يغشك يا أخ، يغشك، والله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تقول لي بنجيني؟ قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه. والله قال وما أوتيتم من العلم إلا شنو؟ قليلا. وأعلم زول في الأمة دي منه مش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله قال له وقل رب زدني علما، هو ده قال لك وأعلم علم الله أحصي حروفه، حرف حرف قال حافظه وبحصيه، قال وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أزين جابوا البحر بتاع جندي ده ولا ده مش بحر جندي؟ إن جابوه أنا بقدر يعد الموج ده بغرق فيه وكلل خش يعدوا يا ناس. في النهاية كذب على الناس زي كلهم، ما تزعل كذب عليهم. قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. تف في عيون النبي قال ده ما قال ندب. قال وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي، عصاتي أنا الأصلية قال جروها منها. قال وكنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي، ولا بكلمة تانية. قال وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته أو أسكنته الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع داود قال ولحد ما قال وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. في النهاية قال لو نقول لكم أنا من أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي، وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، وقبلي قال ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرض أو بعد إلا بفرضي وسنتي. في النهاية قال لهم تعلم، قال لهم شنو؟ قالوا ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمته. والله قال لهم أنا كان مر رسول ذاته الشغلة دي كان جحنم دي ذاته انتهيت من موضوعة انتهيت منه. والله ذاك الختم قال أنا، قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ذاك بتاع الختمية. كلام كله يا ناس خطر، كلام كله إساءة إلى دين الله تعالى. والناس ما بتغضب لي الله، بيغضبوا للبشر. أنا متأكد الليلة لو واحد بنى بيت من الأساس ليلة عرش وسوى له الأبواب وجاب أولاده دارسكم في البيت ده، أنت الأرض اشتريتها حقتك ملك وجبت البنا وبنيت البيت كله وجبت أولادك سكنتهم في البيت، جاء واحد بكرة
قلع اليافطة المكتوب فيها منزل فلان اللي هو بيتك انت. خدت يافطة تانية كتب منزل فلان الفلاني، كتب اسمه وفتح الباب قال لأولادك امرقوا برا. وين؟ ده بيتي بنيته أنا. ده انت بتخليه؟ السماء دي البنام مش الله؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ده منو يا ناس؟ الله سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. السماء بناها الله سبحانه وتعالى. وده قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وكلام كثير كلام كثير. ديل الشجر بقلبه بشر. مصطفى عركينة ده قال البرعي، قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. قال سوى له قصة، قال شيخ اسمه تتا، قال زوجته قالت لي جيب لي خادم، مشى قال قطع له فاس وقطع جاب له فاس وقطع له وشال له توب ومشى الخال الغابة قطع له غصن شجرة بقدر قامة الإنسان، خدت فوق لها التوب وتناول سبحته وقال فأخذ يذكر الله بشدة فتحرك الثوب والتوب بقت تحته مرأ من عود قلبها مرأ. قال لا بخيتة بخيتة بخيتة. طولنا على الناس، أنا ما أقدر أطول أكثر من كذي، لكن ده من عود قلبها شنو؟ بخيتة. هو الله اللي بيخلق الزول سبحانه وتعالى، بيخلقوا أطوار، ما غالبوا يخلقوا عديل كذي زي ما خلق آدم، لكن بيخلقك أطوار، نطفة علقة مضغة إلى آخره، تكبر البطن تمرق تحبى تمش تمش وتقع، السنون تطلع تكبر تبقى شاب تمش. ده خلقها من شجرة ولا من طين ولا من نطفة، من شجرة قلبها بخيتة، لا حبت لا جات سنين لا أي شيء. فالطوالي فر بقت ماردة. كلام كله شرك بالله. عشان كده شفت دعاة الشرك ديل تحذر منه. أي دجال جاء في البلد تحذر، تقول يا جماعة ده شرك أبعدوا منه، الزول ده دجال، خلوا عقيدتكم في الله، اعتقدوا في الله كذي. عشان كذي الدعاة يدعون إلى التوحيد. في أسباب كثيرة لكن ذكرت منها أربعة أسباب كذي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.